قصة الليالي الألف الجزء 11. وقفنا بالجزء العاشر لو من شانت شهرزاد تحشي للملك. القصة جعد يحشيها الحلاق للملك الثاني. قصة علي ابن الوزير وشلون جاء الخليفة متنكر بزي الصياد او قعد معاهم او قال له اكتب لك ورقة تاخذها للسلطان محمد بن سليمان الزيني يقراها وما يضرك وما يحاشيك. رد عليه علي وقال أنا ما سمعت بحياتي أنه الصيادين تكتب مكاتيب وتراسل الملوك والسلاطين. رد عليه وقال أعلم أنه أنا وهو قرينا بنفس المكتب عند رجل فقيه وأني شنت عريفه أو شنا أنا وياه مثل الأخوة. هو شاف السعادة وصار سلطان وأني رب العالمين قسم لي أصير صياد وأين حاجة أطلبها منه ما يرفض لي طلب. بس أريد منك ما تخلي حدا يقرأ الرسالة هذه ولا أنت تقراها ألا تسلمها لو بالإيد. أو كتب الخليفة الرسالة أو كان محتواها هذاك السلطان نفس الدقيقة اللي يوصل عنده علي ينزل عن الكرسي ويسلم الحكم لعلي. أو كتب له بها هذا أمر مني أو سافر علي أو ظلت الجارية بهذاك القصر. لو من وصل علي على باب الحاكم السلطان أو طلب يشوفه كان مهدور دمه وطالبينه فوتوه الحراس ووقف قبال الحاكم وانطار رسالة. ولو من فتح الحاكم السلطان وشافش مكتوب بيها قام حيله وصاح صوت وقال جيبولي القضاة الأربعة والأمراء والوزراء امشان يستلم علي الحكم بدالي بهالولاية هذه. أو جم كل الناس البعث عليهم ومن جملتهم الوزير المعين بنساوي. ولو من سأل الحاكم شنو القصة انطار رسالة قام قضب الرسالة او كشمها وقال شلون تصدقون انه هذا اجتمع بالخليفة والخليفة انطاه هذه الرسالة او هيش امر تبديل حاكم. شلون الخليفة يصدر من دون ما يبعث حجاب من عنده مراسيل معروفين او ربما كان بعث لنا وزير هذه اكيد مزورة او لازم نتأكد من هالشي ونبعث خبر للخليفة. اذا ارسلنا خبر مدة أسبوع يكون هذا صادق وإذا ما جانا خبر يكون هذا كذاب. واقتنعم كل الحاضرين بكلام هذاك الوزير حتى السلطان محمد أو قالوا اليوم نبعث مرسال على الخليفة. والوزير المعين قال أنا أتكفل بهالموضوع أو هذا الرجل علي حطوه بالسجن لو من ما يجينا المرسال. قام الوزير لعب لعبته وبعث واحد من جماعته أو قال له تروح تغيب كم يوم وترجع وتقول الموضوع هذا كذب الخليفة ما سوى هالشي هذا ولا بعث ورقة. أو حطوا علي بالسجن ومر الأسبوع أو علي كل يوم ينهان بالسجن لو من ما جاء المرسال أو كذب الخبر أشان جاي بي علي. السلطان قال شلون تجرأت تكذب عليها كذبة هذه ألا أقطع راسك بنص المدينة. أو حددوا اليوم اللي ينقطع راس علي بي أو خذوا علي على الساحة تاينفذون بي الحكم وانجمعت كل أهل البصرة أو يستنون جيت السلطان امشان ينفذ هذاك الحكم. جاء سياف ووقف عند علي وقال له يا علي إذا عندك أمنية أخيرة قل لي إياها. قام علي دحج يمين أو دحج شمال وقال فهل فيكم خلا شفيقا يعينني سألتكم بالله ردوا جوابي مضى الوقت من عمري وحانت منيتي فهل راحما لي ينال ثوابي وينظر في حالي ويكشف كربتي بشربة ماء كي يهون عذابي. قامت الناس تبشي لو من سمعم هل بيات من علي وصاح السياف وقال جيبوا له مية. وصل الوزير والحاكم ركض علي الوزير قبل ما يشرب المية علي أو كسر جرة صاح السياف وقال اضرب راسه. السياف شد عيون علي أو رفع السيف أو قمم الحاضرين كلهم يصيحون ويقولون هذا ظلم. رفع السياف ايده تايضرب راس علي وإلا جايتهم عجاجة. دحج السلطان وهو قاعد وقال شوفوا شنو جانه. قال الوزير خلينا نضرب راسه وبعدين نشوف منو جانه. قام السلطان قال له لا اصبر تنشوف شنو الخبر. ولو من وصلت الخيالة وانه جعفر البرمكي وزير الخليفة أو معاه مجموعة من الفرسان كان بعثوا هارون الرشيد بعد ما ذكر أنه ما جاء مرسال من علي. أذكروا بعلي راح البستان أو سمع الجارية تقول خيالك بالتباعد والتداني وذكرك لا يفارقه لساني. لو من سمعها الخليفة
تقول هالشعر هذا تذكرها وتذكر علي وفات عليها لو منه صار قبالها. قالت: أيا من زكى أصلا وطاب ولادة وأثمر غصنا يانعا وزك جنسا، أذكرك الوعد الذي سمت به، محاسنك الحسنى وحاشاك أن تنسى. قال لها الخليفة: أني توني ذكرتك وذكرت علي، أو صار له أكثر من 20 يوم ما بعثنا خبر وما عرفنا اش صار معه. بهذيك اللحظة هارون الرشيد بعث الوزير جعفر ومعاه الفرسان، بنفس يوم الحكم وصل جعفر على المدينة. أو دحت جعفر أو شاف العالم ملتمه أو صاح عليهم وقال اش صاير. قام واحد قال له: هذا ابن الوزير علي يريد ينفذون به حكم الإعدام. هنا السلطان شاف جعفر والحرس معه والسياف للحز السيف مرفوع، صاح عليه جعفر أو قال للسياف: أنا الوزير فلان، نزل سيفك. أو قال للفرسان المعاه: اقضبوا لي هذا السلطان وكتفوه. وقضوا الوزير المعين بن ساوي، أنقذ علي أو حطوا مكان السلطان محمد بن الزيني، وظل 3 أيام بالبصرة. النهار الرابع قال العلي: بدي أرجع على بغداد. علي قال له: بدي أروح معاك أشكر الخليفة. أو خذوا معاهم الوزير والحاكم لما وصلوا عند الخليفة. الخليفة قال علي: أخذ السيف واضرب رأس عدوك، الوزير هذا هو عدوك وهو سبب المصايب أصارت معك. مشى عليه علي أو دحج عليه الوزير وقال له: أنا عملت بمقتضى طبيعتي فاعمل أنت بمقتضى طبيعتك. زت السيف علي أو دحج على الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، فخدعته بخديعة لما أتى، والحر يخدع بالكلام الطيب. قام الخليفة قال: دشروا أنت. أو صاح على مسرور السياف أو قال له: اضرب رأسه أو عدمه والوزير هذاك. أو بعث الحاكم على غير ولاية أو حطوا نائب عند واحد من الحكام. أو قال العلي: ترجع على ولايتك. علي رفض وقال له: لا، المقام هذا مو لي، أنا أريد أظل في بغداد وعيش تحت رايتك. أو عاشوا علي هو والجارية خير وأمان مدينة بغداد. والحلاق الشائب قال للملك: شلون القصة هذه؟ بيها العجب إلا ما بيها. الملك دحج عليه وقال له: بيها العجب. قام الحلاق قال له والمجلس مليان: يا مولاي، بس ما بيها عجايب مثل قصة التاجر أيوب وابنه غانم وبنته فتنة. دحج الملك على الحلاق وقال له: اروينا إياها إذا بيها العجب. أو طلعت الشمس على شهرزاد أو صارت الليلة 52. قصة غانم ابن التاجر أيوب، كان بتاجر بالشام اسمه أيوب، صاحب تجارة كبيرة وموال كثيرة، عنده ولد وبنت، الولد اسمه غانم والبنية اسمها فتنة. عاش حياته أيوب يجمع بالأموال لو من ما مات، وورث المرته ولابنه غانم والبنت وفتنة أموال ما تأكلها النيران. أو قبل ما يموت كان مجهز غفلة كبيرة أمشان يروح يبيعها مدينة بغداد. أم غانم قالت لابنها: أنت تستلم شغل أبوك وتدير الأمور من بعده، وانت راح تأخذ الغافلة وتروح بها على مدينة بغداد. أو سافر غانم على مدينة بغداد ومشى على رأس الغافلة المحملة بضايا، انكتب له السلامة ووصل مدينة بغداد. وبتجار بغداد كانوا هم وابوه أصدقاء وأصحاب، راح عليهم أو قال لهم: أبوي توفى وأنا أخذت مكانه بالشغل. فهموا التجار أنه كان يجي أبوه يطول فترة كبيرة تبيع البضاعة، لأنه البضاعة كبيرة، وقالوا له: لازم تستأجر بيت أحسن ما تقعد بالخان. واستأجروا له بيت أو قعد بي غانم، وقام يبيع البضائع شوي شوي، وأصدقاء أبوه التجار يساعدونه. ومرت على قعدته بغداد أكثر من شهر، وبيوم من الأيام طلع غانم على السوق ولقى السوق مسكر، أو سأل عن الخبر أو قالوا له: شبيرة تجار أو شيخ السوق توفى والعالم كلها سكرت، شان يروحون بجنازته. أو شاف كم تاجر ماشين، سألهم قالوا له رايحين على الجنازة، وقال: أحسن ما أظل بالبيت أروح معاهم. أو راح غانم ولقى العالم ملتمة جدام جامع، أو لقى تجار ربع أبوه واقفين وهلوا به، صلوا على الجنازة ومشوا بيها على المقابر والمقبرة بعيدة. أو ظلم يمشون لو من ما صارت الدنيا عصر، دفنوا الميت وقعدوا وقاموا يقرون القرآن حول قبره، والتجار ربعوا ظلوا قاعدين. وقعد معاهم غانم قال: أكسب أجر أو أقرأ للميت زاد شوي قرآن.
أو ظلوا قاعدين لو من ما غابت الشمس، أو صارت الدنيا ليل، أو غانم يدحج على ربع أبوه، أو يخجل يقولهم أيمت تروحون، والناس ظلت قاعدة حول القبر، أو ربع أبوه ما يتحركون، قاعدين جعد يقرون بالقرآن. لو من ما جو جماعة من أهل الميت، أو قالوا لهم جبنا العشاء، أو حطم العشاء على حرف المقبرة، والناس قامت تعشى، أو غانم معاهم، أو صارت صلاة العشاء وصلى معاهم غانم، أو قال ربعي يجوز يظلون للصبح واني مقدر، لازم أروح على بيتي، بيتي بأموال كثيرة، أخاف يجي حرامي أو بعدين أندم. قاموا استأذن من الجماعة أو قال لهم أريد أروح عني، قالوا له الله معك، أو طلع من المقبرة غانم، أو تيه الدرب، أو ما عاد يعرف وين يتقبل. ظل يمشي غانم لو من ما صارت الدنيا نص الليل، أو ما يسمع غير الكلاب تنبح والذياب تعوي، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت خايف على مالي ألحز خايف على حالي، لو من ما قام يشوف أضويت القناديل من بعيد، وقال الحمد لله لقيت المدينة. ظل ماشي لو من ما وصل باب المدينة، لقام سكر ويصيح على حراس الباب، قالوا له ما نفتح، بس يصير نص الليل الباب يسكر ما ينفتح للصبح. أو غانم احتار وين يريد يروح والدنيا نص الليل، أو قال أبعد عن الباب، قال لي مكان أنام بيه، أخاف يجون ناس ما أعرفهم حرامية أو غير شي، أبعد عن الباب شوي. وراح ظل يمشي لو من ما لقى حايط عالي أو بي باب مفتوح، فات غانم وإلا مقبرة صغيرة أو بيها شجرة نخل عالية، أو قال يا ربي دخيلك ساعدني على هالنوم اليوم بين القبور، أو حاول ينام وما قدر، قام حيله أو راح يمشي على الباب، وإلا نور جاي يمشي باتجاهه ضو فانوس، رجع يركض على المقبرة أو سكر الباب أو ركب فوق شجرة النخل. ظل ضو الفانوس يقرب لو من ما وصلوا عند الباب، واصبحت الدنيا على شهرزاد، أو صارت الليلة 53. غانم هو فوق الشجرة شاف اثنين من العبيد شايلين صندوق، أو معاهم عبد ثالث شايل الفانوس أو شايل بيدو فاس. لو من صاروا عند الباب الشايلين الصندوق، قالهم لأبو الفاس احنا ما قلنا لك خلي الباب مفتوح، رد عليهم خليته مفتوح، قالوا منو سكر الباب، قال لهم مالكم خبر انه بي ناس تيجي اخر الليل يلقون ابواب المدينة مسكرة، يقوم يدورون مكان تينامون بيه، يخافون من الناس المثلنا لا يقضبونهم ويذبحونهم. قالوا له زد حالك من فوق الحيط وافتح لنا الباب امشان نفوت، رد عليهم العبد قال تعرفون اسمي بخيت وانتم على اساس اذكياء، بلش يتشان وجوا اكثر من واحد وقضبوني وذبحوني. رد عليه واحد امن الشايلين الصندوق واسمه كافور، او قال له اركب على الحيط ولا تخاف واحنا ننطيك الفانوس ودحج وشوف كل شي موجود. العبد بخيت قال لهم او بلش يتشانوا فوق شجرة النخل وما بينوا علي، سمعوا غانم او قال ايش هالعبد المكار، الله يشبحك من بين السودان خبيث لئيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مضي هالليلة على خير، أو داخل عليك يا ربي اتخلصني من هالورطة. واحد من العبيد اثنين قالوا يا جبان احنا شايلين هالصندوق أو دحج صار بينا، ونقول لك افتح الباب ما تفتحوا. نزلوا الصندوق أو واحد منهم زت حالوا على الحيط فكلهم الباب، أو فاتوا وقعدوا عند الباب أو قالوا خلينا نستريح والشمس بدها أكثر من 3 ساعات أمشان تطلع. قام العبد بخيت قال لهم زين كل واحد يحشينا قصته بهال3 ساعات أمشان المضر وقت وما ننام. قالهم زين انهض الفانوس تندحج وندور، ورفع لهم الفانوس أو قاموا يدورون بين القبور ما لقوا حدا، أو رجعوا وقعدوا عند الباب أو الله أعمى عيونهم عن الشجرة ما رقوا عليها، أو ظل غانم فوق الشجرة ويتسمع عليهم، أو قاموا العبيد السودان 3 كل واحد منهم يحشي قصته. وبلش العبد بخيت أو قال يا أخواني أني انبعت من تاجر لتاجر، أو عمري 5 سنين أو خذاني على بيته أو كان بي عنده بنية عمرها 3 سنين، أو قاموا يربوني أني والبنية أو نلعب مع بعضنا أو نركض مع بعضنا أو ناكل سوا ونشرب سوا. لو من ما صار عمري 16 سنة
والتاجر يغيب أيام وليالي، وأنا ظل بالبيت مع البنية وامها، وانزل على السوق أجيب لهم الأغراض وأكل وأشرب معاهم. لو من ما بيوم من الأيام كنت رايح على الحمام وأريد أغسل، أو رميت هدومي أو قمت أصب مية على حالي، فتحت عيوني وإن البنية قبالي ودحج علي من راسي الرجلية، أو قربت علي أو قالت تعال نتحمم مع بعضنا، وأني ظليت ساكت ورمت هدومها البنية، أو قمت أصب عليها مي أو قامت تصب علي مي. لو من ما حسيت جسمي صار مثل النار، أو حضنا بعضنا أو صار اللي صار. خلصنا من الحمام وقبل ما نلبس هدومنا أمها فاتت علينا، أو قامت تضربها أو قامت تضربني. شلت هدومي وانهزمت، لبست الهدوم أو وقفت بعيد عن البيت، وصاحت لي وقالت تعال ما حاشيك أنا ربيتك لا تخاف مني، أو رجعت على البيت أو قالت لي ما أريدك تقرب عليها، ووصتها زاد ما تقرب علي، واني ندمان على الشيء سويته، أو حسيت بذنب كبير ما عرفت شلون وقعنا أنا وهي أبها ذاك الخطأ. أو جت تاجر وما قالت له، ومرت أيام وشهور وسنين وانخطبت البنية أو تجوزت، أو قبل ما تنزف بنهار واني بالليل نايم فاتوا علي اثنين، أو شدوا عيوني وشالوني، أو خذوني المكان ما أسمع غير الصوت، أسمعتهم يقولون يا الحلاق يا المزين خلص الشغلة أجيناك مشانها. ما حسيت ودريت ألا انكويت بالنار أو أغمى علي، فتحت عيوني الصبح أني بالبيت عند جماعة اشتروني وربيت عندهم، لكن أخسرت رجولتي أو صرت خصي أو ظليت عايش معاهم فترة. لو من ما مات التاجر ولو من ما ماتت مرته ظليت لحالي ساكن بالبيت، ما كان عندهم غير هذيك البنية. وبيوم من الأيام جاءنا الخبر إنها متوفية، أو قام طلبنا القاضي وقال الجماعة هذول ما لهم حدا، اكتبوا البيت باسمي، قالوا هذا جزاء خدمتك بهالبيت، أو حطم يدهم على أموال التاجر أو وزعوها للفقراء والمساكين. لو من ما تعرفت عليكم أو غانم فوق الشجرة أو يسمع، أو صارت الليلة 54 أو قام العبد الثاني يحشي غصته وقال أتعرفون يا أخواني عمري كان 6 سنين، أو باعني دلال الجماعة ربيت عدهم. الجماعة هذولاك كانوا مشهورين بالشذب، قام راع البيت يعلمني أو قال لي أنت تشذب بالسنة كذبة واحدة، أو تعلمت منهم أدروبة الشذب الطويلة والقصيرة. لو من ما بيوم من الأيام عوزوا الجماعة أو خذوني على دلال مشان يبيعني، واني صار عمري فوق 17 سنة، وقالوا للدلال العبد هذا معذور او بي عيب واحد امشان ما نظلم اللي يشتري. قال لهم الدلال شنو عيبه؟ قالوا له هذا بس سنة يكذب كذبة واحدة. او قام الدلال يصيح منو يشتري العبد هذا على عيبه؟ جاء تاجر وقال انا اشتريه بس شنو عيبه؟ قالوا عيب هالعبد هذا يكذب بس سنة كذبة واحدة. التاجر قال للدلال إذا كذبة واحدة بالسنة رضينا بي، لكن إذا كذب أكثر من كذبة قدام هالعالم الحاضرة كلها راح أرجعه عليك وانت المسؤول، أو تخسر حقه وفوق حقه ضعفين. الدلال دحج على الرجل الرباني هز براسه وقال أنا أكفله ما يكذب غير كذبة واحدة بالسنة. أو خذانا التاجر أو قامت تمشي الأيام، يوم ما بيوم من الأيام واني معاه هو وربع التجار قالوا نطلع نزهة على البساتين انت غدا غادي، او رحت اني معهم. او قام التاجر قال لي تركب البغلة وتروح على البيت واجيب لنا كم غرض، الحز موجودات بالبيت وصيت عليهم من السوق. قمت ركبت البغلة او رحت على البيت، اول ما وصلت على باب البيت قمت اكشم بهدومي واضرب بالباب، صحوا علي وقالوا وش بيك؟ قلت لهم مولاي او سيدي أولي نعمتي مات. قالوا لي شلون مات؟ قلت لهم كان قاعد في حيط واني بعيد عنه وقع عليه الحيط ومات، أو لحالي ما قدرت أطالعه، ولو من عرفت أنه مات جيت أفزعكم. لو من سمعوا ولاده أو بناته أو حرمته قاموا يكشمون بهدومهم ويصيحون، والتمت عليهم الجيران، أو حرمت تاجر فاتت على المطبخ وصيح أو تلطم على حالها وفتت معاها وتقول لي يا ويلك يا كافور تعالوا ساعدني هالبيت بعد راعيه لازم يصير خراوة، أو قمت عاونها أبتكسير الصحون والأوان الصيني
وما خلينا غرض بالمطبخ أني وهي، أو طلعنا أو قامت صيح والناس تمشي وراها وولادها وبناتها، أو قالوا يا كافور امشي قدامنا ودلينا على المكان المات بيه تنجيبه أو ناخذه وندفنه، وأنا امشي وهم ورايا يمشون ويصيحون، وراح مخبر الوالي أو فزعة المدينة ورانا، واني راكب البغلا دحجت صاروا بعيدين عني، أو قمت أهذب بيها لو من ما وصلت العد سيدي، أو شافني لوني مخطوف وهدومي مكشمة، أو قال لي شبيك يا كافور شنو هالحالة اللي انت بيها؟ قلت له يا سيدي انت بعثتني على البيت ورحت وما لقيت بيت، البيت من هدم فوق عيلتك. قام يلطم على حاله وقال لي العيلة كلها ميتة حرمتي؟ قلت له ايه. قال ولادي؟ قلت له ايه. قال البنية الصغيرة؟ قلت له زاد ماتت. قال البغلة على ظل ركبها زاد ماتت ولا سليمة؟ قلت له البغلة زاد ميتة، الاسطبل زاد انهد، البيت كله صفى خرابة، لو من سمع كلامي صارت الدنيا ظلمة بوجهه. قام يكشم بهدومه وينتف بلحيته ويلطم على وجهه ويصيح راح ولادي وراحت حرمتي وراح بيتي ومالي، أو قاموا التجار المعاه يبشون على بشو أو حزنوا عليه، أو طلع يركض والتجار يركضون وراه وأنا أركض وراهم، والناس الجو وراي بلبستان يدورون علي، والتقم وصارم وجه بوجه وأهل تاجر حتى الوالي جاي معاهم. قام التاجر لو من شاف ولاده وحرمته كيف، أو قال لهم شلون حالكم وش صار بالبيت؟ قالوا له الحمد لله على سلامتك، وركض على ولاده وقام يحضنهم، هو يقولهم الحمد لله على السلامة وهم يقولوا له الحمد لله على السلامة. قامت مرته قالت له الحمد لله ما بيك جروح أو ما بيك كسور، أو هو يدحج عليها ويقولها الحمد لله أنت ما بيش جروح وما بيش كسور أنت والولاد، الدار تهدمت كلها. قالت له بعيد الشر الدار سالمة، جانا العبد كافور ولونه مخطوف ويكشم بهدومه ويصيح سيدي مات وقع عليه حيط بالبستان. قال لهم لا ما وقع عليه حيط، أني بعثته مشان يجيب الأغراض اللي وصيت عليهن من السوق، أو رجع علي ويقول البيت مهدود ولادك ماتوا أو حرمتك ماتت، رجع علي وقضبني من هدومي وقال لي يا عبد يا كافور ليش سويت بينا هالشي هذا؟ يا عبد النحس يا ملعون الجنس هل عملة كبيرة إلا أصلخ جلدك عن عظمك اليوم؟ رديت عليه وقلت له والله يا سيدي ما تقدر تسوي معايا شي، لأنك لو من اشتريتني عرفت بي عيب أو قدام كل العالم قالوا لك العبد هذا يكذب كذبة واحدة بس أنا، أو هذاني كذبت نص كذبة شوف إيش صار عليك، قبل ما تخلص السنة راح أشوف نص الكذبة الثانية. صاح علي وقال الله يلعنك يا أنحس العبيد، الشي هذا سويته كله نص كذبة، روح أني ما عاد أريدك أنت حر والوالي واقف ويدحج علينا. قلت له لا أنا ظل عبدك لو من ما نكمل السنة وأكمل نص كذبتي عندك، ما يصير أروح أكملها عند واحد غيرك، بعد ما أكمل الكذبة تأخذني على السوق وتبيعني. أو راح يركض على الوالي وقال له يا مولاي الوالي خلصني من هالعبد هذا، كذب نص كذبة نقص نص عمري أو نص عمر عيلتي، هذا إذا كذب كذبة كاملة يخرب المدينة ويشتت أهلها. قام الوالي قال للحرس اقضبوا أو خذوني معاهم وغمضوا عيوني، أو ما حسيت ألا كويت بالنار واغمى علي، أو لو من قعدت لقيت حالي خصي وبيت تاجر، أو قال لي اليوم صرت خصي خليك طيب والتعافى واخذك زاد أقص لسانك امشان نص كذبة هذاك ما تقوله جدامي. قمت ترجى امشان يبيعني وقلت له صرت طواشي خذني وبيعني خلص نص كذبة إلا ألقاك يوم أو تسمعوا مني، أو خذاني على السوق وباعني على عيبي، أو كل ما يشتريني تاجر على عيبي ما يكمل نص سنة ويبيعني لو من ما تعرفت عليكم، أو هذا حالي أو هذا صار بي. واصبحت الدنيا على شهرزاد، أو صارت الليلة 55، والعبد الثالث قام يحكي قصته، أو قال لهم أنا اشتراني تاجر أو عمري 6 سنين أو ربيت عدهم بالبيت، أو لو من ما كبرت أو هذاك تاجر تجوز مرة ثانية أو صار له ولاد صغار بنت وولد، بيوم من الأيام فتت على البيت أو لقيت الحرمة أم طالعتهم من الحمام
ودحج على الولاد وبقلبي حسرة واقول ما شال لي يا ام تعتني بي واني صغير او دحجت علي الحرمة واني جاعد دحج على اطفال ودحج عليها ضمت ولادها على صدرها وصاحت علي امشي من هين يا عبد النحس. خجلت منها ومشيت او قلت الله يسامحها ظنت بي السوء او راحت قالت للتاجر او غضبني او قام يجلدني لو من ما رماني بالقاع. شلت عليها حقد او قمت اكرهها لانه ظنت بي السوء. وبيوم من الايام التاجر سافر قلت اخذ حقي منها او فتت عليها وهي نايمة وولادها عدها او شديت ثمها او قمت اسحلها من شعرها بالغرفة او كشمت هدومها او قلت اذلها وهينها او قلت احرق قلبها. غضبت الولد وكشمت هدومه وردت اجلده قدامها عشان اخذ حقي منها لانه ظلمتني. لكن بهذيك اللحظة جت تاجر من السفر او فات على البيت او فات على الغرفة ولقاني معاها ما رحمنا التاجر غضبني وشتفني او صاح للعبيد اللي عنده وربطوني بشجرة. والمرأة جت او قالت له يريد يعتدي على شرفي ويريد يعتدي على ابنك صغير واني اثمي مشدود وعيوني مسكرة ودي مربطة اريد اقولهم لا هذا ظلم اني ردت اخذ حقي منها لانه ظلمتني. ما حسيت ودريت واني مربوط على الشجرة الا انكويت بالنار. الصبح لو من صحيت على حالي واني معلق على الشجرة عرفت انهم خذوا رجولتي مني او صرت خصي. والتاجر جاني او فاكني من الشجرة وقال لي روح ما عاد تلزمني يا عبد السوء يا حيف هالتعب اتعبت عليك وربيتك. مشيت من عنده وعرفت حالي عايل اغلطت لازم ماني متصرف هالتصرف هذا. بساعة غضب او ساعة زعل تعديت على هذيك المرأة وابنها ولليوم ندمان عشية سويته. وقامم العبيد الثلاثة يحفرون جورة بين أربع قبور ظلهم يحفرون لو من ما سووها حوالي المتر أو جابهم صندوق أو زتوه بقلب الجورة أو دموه وطلعوا من هذاك المكان أو سكروا الباب وراهم أو غانم فوق الشجرة ويدحج عليهم لو من ما قرب يطلع الفجر أو قام يبين بياضه. وأما غانم أنهم ما عاد يرجعون نزل غانم قال أنفذ بروحي وصل عند الباب أو تذكر الصندوق أو قال حسرة بقلبي إذا ما شفت هالصندوق شبيه ما رح أسامح حالي طول حياتي. وقام يحفر ويحفر لو من ما طالع الصندوق والصندوق مغفل جاب حجرة وكسر القفل لو منه فتح الصندوق لقى جفن أبيض أو عرفها جثة. كشف الغطا غانم وانها بنية للحزها بأول شبابها ومزينة بالذهب أو لباسها لباس الأغنياء. تعجب غانم أو قال يا ربي الله أعلم إيش مسويها هذه. قال غطيها وادفنها لو من رد الغطاء على وجهها عطست أو عرف إنها عايشة. قام طالعها من الصندوق أو قام يضربها الهواء قامت تحرك وفتحت عيونها هنا صارت الدنيا فجر. وقالت البنية يا ريح ما تروى العطشان ولا تنسى الريان إلا بالبستان. أو قامت تحرف حواليها وتقول يا نجمة الصبح أني ماني بنزهة. أو شافت القبور حواليها أو قالت واللي يعلم بالصدور ويجازي يوم يبعثنا والنشور من أجابني من بين الستور والخدور أو حطأني بين أربع قبور. غانم واقف بعيد عنها رد عليها وقال لا خدور ولا قصور ولا قبور أطالعش من هنا غانم ابن أيوب أو ساقني هالمكان علام الغيوب مشان أنا جيش من هاي الكروب أو يحصل لشاه غاية المطلوب. قعدت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أو حطت يدها على صدرها وقالت أنت إنسان مبارك بس من أجابني لي هنا أتعرف. قال لها شفتهم ثلاث عبيد مخصيين جابوك حاطينك بصندوق أو دموك وسمعتهم يقولون قبل ما تطلع الشمس أمشان ما يشوفنا أحدا وننفضح. وقلت الأمر غريب واني شنت فوق الشجرة أسمع على حشيهم وجريب وريد أعرف قصتك احكي لي إياها. قالت له الحمد لله اللي رماني عد واحد مثلك حطني بالصندوق واطلع بيا على الطريق ووصني على بيتك ولو من نصر غادي أحشي لك قصتي. حطها بصندوق غانم أو قام يسحب الصندوق لو من ما وصلوا عند الباب ودحج حواليه ما بحدا وظل يسحب بيه لو من ما وصلوا على الدرب وانفتح باب المدينة.
أو قامت العالم ناس طالعة من المدينة وناس فايتة على المدينة، وجاء واحد عنده عربانة مربوطة على بغل وقال وريد أفوت معاك هالصندوق على المدينة، أو فوت الصندوق وهو فرحان ويقول الحمد لله الليلة مضت على خير، أو لقيت جارية تسوى 10,000 دينار وأصبحت الدنيا على شهرزاد ووقفت عن الكلام، أو صارت الليلة 56 أو وصلها غانم على البيت أو فتح الصندوق وقعدوا هو وياها أو قال لها احكي لي غصتك، قالت له جوعانة أريد أكل، أو راح على السوق غانم أو جاب لها أشل أو شلت البنية، أو قال لها احكي لي غصتك، اندق عليه الباب قالت له لا تخبر حدا أني هين، طلع على الباب وإنه واحد من ربع التجار وقال له أريدك تروح معاي أو ناخذ من بضاعتك، جايين تجار من برات المدينة بلشي تبيعهم كمية كبيرة من بضاعتك وتخلص منها، أو مشى مع غانم أو ما جاء للمغرب فات عليها أو لقاها قاعدة أو جايب لها عشاء أو قعد قبلها وقال لها احكي لي غصتك، أو هي سولف أو قلبه ذاب عليها ارتم بهواها، قالت له أني من يوم أني صغيرة أربيت بقصر الأمير ويوم عن يوم يزداد جمالي، شافنا الأمير بيوم من الأيام حطني بقصر لحالي وحط عندي جواري، وقامت تمشي الأيام وسنين والأمير كل فترة يجي يطمن علي، لو من بيوم من الأيام بعث لي خبر وقال الأسبوع الجاي راح أقضي عندك، واني فرحت وقلت الأمير يجيني، صارت للأمير شغلة برات المدينة وسافر، ومرت الأمير اتغار مني وتكرهني، كان بوحدة من الجواري الحاطنة الأمير عندي اتوصل لها أخباري، واني قاعدة على العشاء اشربت كاسة من الشراب او من بعدها دخت، ولو من فتحت عيوني لقيت حالي بين القبور وانت واقف عندي، او هذه قصتي، شان غانم قاضب ايدها لمنها السولف، لو من سمع قصتها دشر ايدها وبعد عنها، قالت له ليش بعدت عني، قال لها اعوذ بالله ما عاد اقرب عليك ولا المسك، شلون يقعد الشلب ام كان السبع، دار وجهه عنها او راح على غير غرفة، أو ظل على هالحالة شهر كامل ما يقرب عليها، أو قلبه شعلان بنار يوم بيوم يكبر حبها بقلبه، وهي حبته على عزة نفسه أو على جماله، وقالت قلب المتيم كاد أن يتفتت فإلى متى هذا الصدود، إلى متى يا معرضا عني بغير جناية فعوائد الغزلان أنت تلفت، صد وهجر زائد وصبابة ما كل هذا الأمر يحمله الفتى، سمعها غانم أو قام يبكي أو هي زاد قامت تبكي، وراحت عليه ودقت عليه الباب أو قالت له خلينا ننام بغرفة واحدة، قال لها لا أنت ظلين بغرفة واني بغرفة، أو مرا 3 شهور على غانم أو هي قاعدة عنده بالبيت يأكلون سوا أو يشربون سوا، وقت النومة كل واحد ينام الحال، أو سمعها نهار غانم تقول بديع الحسن كم هذا تجني وما أغراك بالإعراض عني، حويت من الرشاقة كل معنى وحويت من الملاحة كل فني، وعهدي بالضبا صيدا فمالي أراك تصيد أرباب المجني، فلا تسمح بوصلك لي فأني أغار عليك منك فكيف مني، ولست بقائل ما دمت حيا بديع الحسن كم هذا تجني، أو غانم خايف منها وخايف من العواقب إذا قرب عليها، أو هذا كان أمر غانم وجارية، بينما الأمير أو حرمته الغيورة، حرمت الأمير كان بعدها عجوز أو خبرتها بالسر وقالت لها شريد أقول للأمير إذا سأل عن الجارية وهو مغرم بيها، قامت العجوز شارت عليها وقالت لها خبر النجار خلي سوي لك هيكل بني آدم من خشب، واخذ الهيكل ولفيه بشفن أو حطيه بالقصر أشانت بيه الجارية، وحفري قبر بهذاك القصر ودميها، أو خلي شعلون الشموع وجواري كلهن يلبسن أسود، ولو من يجي الأمير ويسمع بالخبر وبده يروح وصي مجموعة يقعدون حول القبر، لو من يجي الأمير ويشوف القبر إذا قال احفر القبر مشان أشوفه وتأكد أنه هي الميتة أنه ما حدا ذابحها أنت أو غيرك، خلوه يحفر القبر لو من ما يوصل للشفن هذيش الساعة زدتي حالك عليه
وقوم يحب ايديه وقولي له لا تكفر او حرام تشوف عورتها وهي ميتة، او خلى الحواليه زاد يقولوا له نفس الكلام. هذيك الساعة رح يصحى على حاله ويرجعها على القبر او تخلصين من هذه المصيبة. قامت كافأت العجوز او سوت حرمة الامير مثل ما قالت لها العجوز، واصبحت الدنيا على شهرزاد او صارت الليلة 57. او جاء الامير او شاف الجواري والخدم لابسين اسود وشاف حرمته لابسة اسود وقال لها اش صاير. قالت له الجارية يا قوت القلوب ماتت واحزننا عليها افراقها صعب. قال لها وين دميتوها؟ قالت له بالقصر اشانت قاعدة بيه. او راح الامير على قصرها او دحج وشاف حولها العالم او دحج على القبر او قام الوسواس يضرب براسه وقال للحرس افتح القبر، وفتحوا القبر وبين عليه الشفن. قال الواحد من الحرس شيل الشفن عن وجهها. الحارس قال له استغفر الله يا مولاي هذه بنية. او ركضت عليه مرته وقالت له حرام ما يجوز. خاف الامير من غضب رب العالمين او قال لهم دموها. او قام كل يلا الامير يقعد عند قبرها ويسهر وحزنان على فراقها. يوم من الايام وهو نائم بالقصر او جواري اثنين قاعدات عنده وهو مغمض عيونه سمعهن يقولن مسكين اميرنا قعد كل يوم يروح عند القبر او حزنانه يبكي وما يعرف انه بالقبر لوح خشب. ظل مغمض عيونه الامير ويسمع. او واحدة من الجواري قالت للاخرى ايش صار بجارية؟ قالت لها صار بجارية انه مولاتنا بعثتها على المقبرة مع ثلاث عبيد حطولها منوم او دموها وهي طيبة مقبرة. ظل الامير مسوي حاله نايم. واصبحت الدنيا او غانم بن ايوب كان بسو عد واحد من التجار من ربعه او شاف العبيد الثلاثة مروا من قدام دار وجهه عنهم او تقبحهم وقال له تاجر ليش حشيت على هذول العبيد شو مسوين معك؟ كان بي اثنين بالدكان من جواري حرمة الامير. او غانم ما يدري بحاله وطلعت منه كلمة قالوا هذولا قصتهم كبيرة. قام التاجر لح عليه وقال له القصة سر، أنا خلصت تجارتي كلها وبهاليومين بدي أرجع عشان أو جيتك مشان هالموضوع. هذول العبيدة ثلاثة يوم مات شيخ السوق جيت من المقبرة وتيهت أو لقيت باب المدينة مسكر. أبعدت عن الباب لقيت مقبرة صغيرة بيها شجرة نخل. الثلاثة العبيد هذول شفتهم شايلين صندوق ودموه بهذيش المقبرة. لو من فتحت الصندوق لقيت بيه بنية والحز عندي هي بالبيت وريد أخليها عندك أمانة أرد أروح عالشام اشتقت لأمي أو لأختي. الجواري بالدكان سمعنا الكلام والتاجر قال له زين أنت أخ عزيز وغالي وأبوك كان صديقي الأمانة اللي بدك تحطها عندي راح تظل بالحفظ والصون. راحنا الجواري على القصر. أول ما فاتن على القصر جوهن الحراس وقالوا لهن الامير يريدشن ان نفسهن اشانا سهرانات عند الامير ويتسولفن. فوتهن الامير على غرفة او حط السيف على حلق وحدة منهن وقال لهن انا سمعت شن البارح شن سولفن واريد اسمع القصة من شن كاملة. قامن وحشن القصة او قال لهن وين دموها؟ قالت للجارية اعلم يا مولاي انه اليوم سمعنا شغلة الشي بالراس والطير العقل منه. قال لها شنو؟ قالت له كنا محل تاجر وسمعنا تجار اثنين يتحاشون بهذا الموضوع لو من شافوا العبيد كافور او بخيت والمصيوب يمشون بالسوق حكى عليهم هذاك تاجر واحنا عرفناهم وظلينا نتسمع وهم ما يدرون بينا. او جابهم قصة الجارية واحد من التجار شامي وشاين بنفس المقبرة اللي دمهم بيها جارية ومطالعها وسع عنده هي بالبيت واسمه غانم ابن ايوب. قام الامير قال لهن اذا الحكي هذا سمع بي حدا الا اذبحشن او طلع يركض او صاح الوزيره او قال له تروح تدور بالسوق على بيت غانم ابن ايوب الجارية يا قوت القلوب موجودة عنده بالبيت وتجيبوا لياه. او راح الوزير وخذ مع الحرس واستدلوا على البيت او كسروا الباب وفاتوا وما كان بي غير الجارية. غانم ما كان بالبيت او كان مجهز امواله في صندوق اللي باع بيهن البضائع ومشتري هدايا
لأمه ولأخته مشان يسافر على الشام. قام الوزير جاب الجارية أو جاب الأموال أو جاب الجواهر، ما خلى شي بالبيت. لو من جابوا مجارية على الأمير، قامت تحكي له القصة، ما صدقها وقال لحاله أكيد نامت معاه أو خذ منها اللي يريده أو صاح العجوز أو قال لها بيعدنا غرفة مطرفة بالقصر تقعدين معاها وما تطلع من الغرفة لبين ما أقضب. هذاك تاجر. هنا غانم جاع البيت ولقى الباب مكسور وفاته ما لقى شي. سأل واحد من الجيران وكان جاره يعزه كثير، قال له يا غانم انفذ بروحك، جم وكسروا البيت أو خذوا كل شي بيه أو طالعوا من البيت بنية وسمعتهم يقولون لازم نقضبه أمشان الأمير يعدمه. غطى وجهه غانم أو طلع من المدينة هايم على وجهه وما يعرف وين يتقبل. لو من ما جت قافلة أو قال لهم أريد أمشي معاكم أو مشى معاهم أو صاروا منطقة صحراء أو جوهم قطاع طرق نهبم القافلة وانطعن غانم شد جرحه غانم أو قام يمشي. لو من ما وصل على جرية بيها جامع فات على الجامع أو نام بيه أو ما عاد يحس بحاله وين صار. الثاني يوم قعد وإن العالم حواليه ما قدر يحشي غصته، قاموا خذوه على بيت قاموا يدارونه لو من ما طاب جرحه. هنا غانم انسدت نفسه عن الأكل والشرب أمن الشيء صار بيه، خسر ماله كله أو زعل على فراق الجارية أو تغيرت حالته صار جسمه ضعيف بالحيل. يوم من الأيام مروا تجار بهذيك الجارية، أهل الجارية قالوا لهم أخذوا هالرجل معاكم الوجه الله ودول بغداد بلشي من أهل الخير حدا غادي ساعدوا، والله ما جع نعرف شنو صاير معاه وما يسولف. أو غانم عبنه ما يأكل ويشرب ما عاد يقدر يقوم من الفراش، شالوا القافلة وودوه على بغداد وحطوه على باب جامع، كتبوا ورقة وحطوها على صدره فاعل خير يأخذ هالرجل ويساعده لوجه الله. أو صارت الليلة 58، الأمير بعث رسالة على والي الشام أو كتب بيها اسم غانم ابن أيوب مطلوب. والي الشام بعث الحرس على بيت غانم وما بي غير أمه واخته أو حجزم على كل الأموال اللي يملكونها. أم غانم واخته قال نروح على بغداد وندخل على الأمير ونشوف غانم شو مسوي، تا صار بينا هالأمر هذا أو شدنا الرحال أو سافرا على بغداد. غانم لقوا العالم وجه الصبح على باب الجامع أو خذوه على شيخ السوق أو كانت حالته تعبانة وما عرفوا متغير شكله. شيخ السوق قال أكسب بي أجر وأنا داري وبعثوا على بيته. والأمير بيوم من الأيام جعد يمشي بحديقة القصر أو شباك الغرفة البيت جارية يقوت القلوب مفتوح أو جعد تقول الشعر. وبعد ما خلصت قالت يا حبيبي يا غانم يلي ما شفت بحسنك وما شفت حدا عنده عزة نفس مثلك، أنت أحسنت الرجل لكن هو أساء لك أو حفظت حرمته بغيابه أو هو انتهك حرمتك، سترت على حرمته أو هو سباك أو سبا أهلك، لابد ما يجي يوم تقفون أنت وهو عند الحاكم العادل ويكون القاضي هو الله سبحانه وتعالى والشهود هم الملائكة أو حقك يجيك. الأمير لو من سمع كلامها شعر راسه ووقف ورجع على القصر وبعث عليها وجت وقال لها يا ياقوت القلوب أنت تقولين إني ظالم وظلمت إنسان بريء وهو أحسن علي واني أسأت له وهو جازاني بالحسنة واني جازيته بالسوء، أنت تقصدين هذاك التاجر أنه حفظ حرمتي وما قرب عليك ولا لمسك. قالت له غانم ابن أيوب ما مد إيده علي إلا لمن طالعني من الصندوق ولو من شنت أحكي له قصتي واني أبكي كان قاضب إيدي ودشر إيدي ومن أول يوم شافني ما مد إيده علي لا فاحشة ولا بغيرها. تندم الأمير وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ياقوت القلوب كسرت قلبك وارتكبت خطأ كبير بحق هذاك التاجر الشهم اللي كان ضيف عندنا من الشام، وفوق هذا كله ضريت أهله وبعثت مكتوب للشام يحجزون على أموالهم ويطردونهم من البيت، أطلبي وتمني الشيء اللي تريدينه كله مستجاب
قالت له أريد أدور على غانم مشان أجازيه عشية سوا معايا، وقام انطاها 1000 دينار أو قال لها معاك حراس أو روحي دوري عليه. أو نزلت على السوق تدور على التجار أشانهم يعرفون غانم، واستدلت على واحد منهم أو هي قاعدة فاتن أمه واخته على هذاك التاجر، أو قالا احنا أم غانم واخت غانم أو جينا ندور عليه. أو قامت ياقوت القلوب كشفت عن وجهها أو حضنتهن وقعدت وحشت القصة. قام التاجر قال الياقوت القلوب بشخص لقوه على باب الجامع من كم يوم وهو بيت شيخ السوق، ويقولون قصته غريبة وعجيبة، أو كل التجار سولوا لما إذا تقدرين تدفعين الوجه الله مشان ننطيه ناخذ له بيت ونساعده. قلب ياقوت القلوب قام يدق وقالت أريد أروح وشوفه. وأصبحت الدنيا على شهرزاد أو صارت الليلة 59. وقفت ياقوت القلوب على الباب وقالت لأمه واخته فوتن انتن إذا هو غانم انطني خبر. فاتت أمه على البيت وسألت عنه ووقفت على راسه ودحجت عليه وعرفته. فتح عيونه غانم أن أمه واقفة فوقه ونطق يا أمي الحنونة أني وين؟ حضنته أمه وقالت له أنت بحضن أمك الدافي وما عاد عيفك. وفاتت عليه أخته أو عرفته غانم أو راحت تركض على الباب أو صاحت الياقوت القلوب وقالت لها هو غانم. وفاتت وشافت غانم بهذيك الحالة وقالت لأهل البيت الحاوينه خلوا أمه عنده هي واخته لبين ما أجيك. وراحت على السوق واشترت له هدوم وجابت الهدوم ورجعت على قصر الأمير ووقفت قباله وقالت له طلبتك يا الأمير لقيت غانم. قال لها الأمير روحي جيبيه مشان آني زاد الشكر وأكرمه وعوضوا عن الشي الخسروا. راحت ياقوت القلوب أو جابت غانم وجت وفوتوه على الأمير ووقف قبال الأمير. أو كان غانم فصيح اللسان وقال أفديك من ملك عظيم الشأن متتابع الحسنات والإحسان متوقد العزمات فياض الندى حدث عن الطوفان والنيران لا يلجون بغيره من قيصر في ذا المقام وصاحب الإيوان تضع الملوك على ثرى أعتابه عند السلام جواهر التيجان حتى إذا شخصت له أبصارهم خروا لهيبته على الأذقان ويفيدهم ذاك المقام مع الرضا رتب العلا وجلالة السلطان ضاقت بعسكرك الفيافي والفلا فاضرب خيامك في ذرى كيواني واقري الكواكب بالمواكب محسنا لشريف ذاك العالم الروحاني وملكت شامخة الصياصي عنوة من حسن تدبير وثبت جناني ونشرت عداك بالبسيطة كلها حتى استوى القاصي بها والداني. لو من خلص من قصيته تعجب الأمير من فصاحة لسانه أو حسن أدبه. قام الأمير أكرمه أو رجع له كل المال الخذوه منه أو قال له أي ورقة تأخذها الوالي الشام يرجع لكم كل أموالكم ويرجع لكم البيت. أو قال له تأخذ ياقوت القلوب صارت ملكك وحلالك. ورجع غانم ابن التاجر أيوب على بلاده وعشان مع كل أمواله أو مع جارية ياقوت القلوب. أو قال الملك للحلاق قصة عجيبة وغريبة هذه، أنت من اليوم ورايح أصير حلاقنا الخاص بالقصر أو نديمنا وجليسنا. قام الحلاق قال له يا مولاي شلون لو سمعك قصة الملك عمر النعمان ولاده شركان أو ضوء المكان. قام الملك حيله وقال يا شيخنا الكريم أصبحت علينا الدنيا باشر تكمل لنا إياها. وأصبحت الدنيا على شهرزاد وقالت للملك باشر نروي لك القصة ونوقف عند الليلة 60. وهذه نهاية الفصل الأول من الليالي الألف. الفصل الثاني قريبا مع تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.